السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن إن شاء الله في هذا الفيديو في شابتر 3 هنستكمل الجزء الثاني اللي هو الخاص بالسنسيتيفيتي أناليسيز. بحكي لي في هذا المفهوم تحليل الحساسية، بحكي لي sometimes you wonder what happen if you change a value in the optimal solution. الآن بحكي لي في بعض الأحيان ماذا يحدث لو تم تعديل قيم على الحل النهائي اللي قمنا بحله للنموذج الرياضي، اللي هو الجدول النهائي اللي من خلاله أوجدنا منه الأوبتيمال سوليوشن. بحكي لي لو عدلنا بعض التعديلات، على سبيل المثال تعديلات على الرايت هاند سايد اللي هو القيمة الموجودة، يعني هي النموذج الرياضي بعد ما احنا حليناه. طبعا هذا النموذج الرياضي او المثال الموجود امامنا هذا الخاص بالاسباغ، مثال الاسباغ اللي هو قسمنا طبعا المعادلة الاولى على 100 لتسهيل اللي هو الارقام. طبعا بعد ما حلينا هذا النموذج بيحكي لي الحل الامثل او الجدول النهائي لو غيرنا وعملنا بعض التعديلات ماذا يحدث؟ هل سوف نقوم بحل النموذج من جديد أو ممكن إيجاد الحل الأمثل الجديد من خلال عمليات بسيطة؟ طبعا في حالات التعديل بتأدي اللي هو الحاجة إلى إعادة حل النموذج من أول جديد، وفي حالات ممكن نوجد النموذج الرياضي، عفوا الحل الأمثل، مباشرة من الحل اللي تم حله مع التغيير الموجود. الآن بحكي لي ممكن the change we can do that makes some sense are، ممكن التعديل change in resources، التعديل على الموارد سواء في التكلفة بزيادة أو النقصان أو في profit الربح للمنتج، يعني المنتج ممكن ربحه يزيد وممكن التكلفة تقل أو تزيد. adding new constraints، إضافة قيود جديدة على النموذج الرياضي بسبب تطوير ما أو تعديل ما. changing in the right hand side value أو تعديل القيمة الموجودة في الجانب الأيمن من الكونسترينز. الآن التعديلات هذه اللي بتتم، هل بنحتاج بعد ما احنا حلينا النموذج وأوجدنا الأوبتيمال سوليوشن هل بنحتاج إلى إعادة حل النموذج بسبب التعديل أو التغير اللي تم على النموذج الرياضي من أول وجديد، ولا ممكن نوجد الحل الأمثل الجديد مباشرة؟ طبعا زي ما حكينا في حالات التعديل بيؤدي وجوب اللي هو حل النموذج من جديد لجدول الأوبتيمال سوليوشن باستخدام السمبلكس ميثود، أو في حالات ممكن إيجاد الأوبتيمال سوليوشن الجديد مباشرة. نيجي نشوف هذا الكلام كيف بيتم. طبعا هذا المثال الموجود عندنا اللي هو النموذج الرياضي الخاص بالأسباب. طبعا المعادلة الأولى تم تقسيمها على 100 لأنه أصلها 300 إكس 1 زائد 200 إكس 2 لكن لتبسيط الأرقام، وبعد ما نوجد الأوبتيمال بنضربه في 100 قيمة على أساس نرجعه إلى أصله لتسهيل الحسابات. نيجي الآن موجود عندنا زي ما احنا شايفين هذا الأوبتيمال سوليوشن اللي هو الجدول النهائي اللي احنا حصلنا عليه من حل النموذج الرياضي الخاص بالأسباب. طبعا هاي البيزك سوليوشن وهي رايت هاند سايد، هذا ايش الحل النهائي اللي هو كان عندنا 12.67 ضرب 100 بيطلع 1267 اللي هو أوبتيمال سوليوشن، واكس 1 قيمته 10 على 3 واكس 2 قيمته 4 على 3. الآن بيقول لي بعد ما حلينا النموذج الرياضي وأوجدنا الأوبتيمال سوليوشن زي ما حكينا لو صار في تعديل معين على القيم سواء في الرايت هاند سايد في النموذج الاساسي تم تعديل بعض القيم اضافه كونسترينت جديده، هل بنحتاج اعاده اللي هو حساب النموذج الرياضي باستخدام سمبلكس ميثود من اول جديد او ممكن حساب الاوبتيمال سوليوشن الجديد مباشره؟ طبعا زي ما حكينا في حالات بنحتاج الى اعاده الحل مره اخرى وفي حالات ممكن نوجد الحل الامثل الجديد مباشرة. نيجي بحكي لي أول مفهوم status resources اللي هو موارد الحالة. لو طلب مني أوجد من خلال الـ optimal solution
اللي هو الحل الأمثل بعد ما حلينا النموذج الرياضي وظهر عندي الجدول النهائي الموجود أمامي. لو قال لي أوجد الستيتس ريسورسز، بقول الستيتس ريسورسز بكل بساطة باجي طبعا from the final table above من خلال الجدول النهائي، في عنا إكس واحد اللي هي موجود عندنا قيمتها 10.3 وإكس 2 قيمتها 4.3 وأس 1 وأس 2 مش موجودات في منطقة الحل يبقى قيمهم أصفار، هاي أس 1 وأس 2 وأس 3 قيمتها 3 وأس 4 قيمتها 2.3. قال لي باجي بنظر على قيم الأس، بيقول لي في قيم الأس اللي بتكون قيمها أصفار زي أس 1 وأس 2 بنسميها scarce resources، واللي بيكون إلها قيم زي S3 و S4 اللي هي قيمة 3 و 2 على 3 بالتتابع هذه بنسميها Abundant Resources. يعني لو قال لك طلع لي Status Resources باجي على طول في الحل النهائي بدور على قيم الأس تمام اللي إلهم قيم يعني موجودات في منطقة الحل بنسميهم هدول هم Status Resources وبنطلق عليهم اسم Abundant Resources اللي هو الموارد الفائضة، واللي مش موجودات في منطقة الحل زي S1 و S2 بكل بساطة بنسميهم اللي هو اللي لهم قيم Abundant Resources، واللي ما لهمش قيم Scarce Resources اللي هي الموارد النادرة بكل بساطة. هذا بالنسبة للStatus Resources. نيجي الآن للمفهوم الثاني اللي هو يطلق عليه اسم Shadow Prices أو أسعار الظل. بحكي لي في Objective Function، بحكي لي بالنسبة بننظر Objective Function طبعا في Shadow Prices بيقول لي In the Objective Function Line، يعني في سطر Objective Function اللي هو في الأعلى في الحل النهائي We have طبعا S1 قديش قيمتها تلت و S2 اللي هي 4.3 و S3 صفر و S4 صفر. بحكي لي لو صار زيادة if we increase the available resource of S1 by 1 ton، يعني لو زادت S1 بقيمة 1 طن تمام هي كانت المعاملها تلت، لو زادت 1 طن بقول لي الobjective value ايش بصير فيها التعديل، احنا عدلنا في قيمة الS1 ايش بتصير قيمة الobjective الجديدة. بكل بساطة مقدار الزيادة على Objective Function اللي هي 12.67 باجي بضرب التولت اللي هي قيمة ضرب واحد اللي هي واحد تون بضلها تولت طبعا ضرب 100 لأنه من الأساس احنا المسألة احنا قسمنا على 100 زي ما حكينا لتسهيل الحل فبنرجع نضربها في 100 لو ما كناش مقسمين بس بنضرب التولت في واحد فبتكون طبعا لو ما كانش 100 تولت ضرب واحد بضل تولت يبقى مقدار الزيادة على Objective Function بنضيف عليها زائد تولت طبعا هنا بنضرب في 100 لأنه إيش تلت في 1 في 100 بطلع 33.33 اللي هو القيمة اللي حنضيفها على قيمة Objective Function اللي هي طبعا أصلها 1267. الآن بحكي لي نفس الحاجة لو إحنا زودنا The Available Resources المورد المتوفر اللي هو للأس 2 لو زودنا بواحد توم إيش التغيير على Objective Function؟ بكل بساطة قيمة الأس 2 في Objective Function في الأعلى اللي هي 4.3 بضرب 4.3 في 1 طبعا ضرب 100 لانه احنا مقسمين على 100 فبطلع لنا 403 اللي هي مقدار الزياده اللي انا حضيفها على ال 1267 لانه اصلها فهي مقدار الزياده تمام. الان لو هنا طبعا زود 1 طن لو بدي زود 2 طن بنضرب على الاس 2 بنضرب الاس 2 اللي هي 43 ضرب 2 تمام ضرب 100 على اساس كنا مقسمين على 100 زائد قيمه الاوبجكتيف فانكشن هيك بتكون مقدار الزياده مباشره. بقول لي لكن لو صار زياده على اس 3 واس 4 اس 3 واس 4 اصفار فلو صار فيهم زياده مش حتتاثر الاوبجكتيف فانكشن لانه اي قيمه بتزيد بنضربها في صفر بضلها صفر زائد قيمه الاوبجكتيف فانكشن بتتاثرش. يبقى هنا لو قال لي احسب لي الشادو برايسز بحيث انه زادت مثلا اللي هو اس واحد بقيمة 2 بضرب المعامل في 2 والقيمة اللي طلعت هي بتكون مقدار الزيادة اللي انا حجمعها على قيمة الobjective function ولو على اس 2 زادت بمقدار 3 طن بضرب معامل اس 2 في 3 وبجمعه بتكون هذا مقدار الزيادة بضيفه على قيمة الobjective function بكون هذا التعديل اللي تم مباشرة بدون الحاجة الى اعادة طبعا حل المسألة. هذا بالنسبة للشادو برايسز بكل بساطة. الآن نيجي للمفهوم الثالث من مفهوم السنسيتيفيتي
بحكي لي هنا في المثال الموجود أمامي، بحكي لي changing the available resources، يعني لو صار في تعديل في الموارد المتوفرة. طبعا التعديل اللي هو على right hand side اللي في المسألة، يعني الجانب الأيمن من الconstraints لو تم تعديل القيمة. فبحكي لي هنا what is the minimum and maximum of reserve value we are allowed to change، يعني إيش أقل قيمة وأقصى قيمة ممكن أعدلها على قيمة المورد اللي هو القيمة الموجودة على الجانب الأيمن من الconstraints، تمام، من القيد، بحيث إنه يسمح لي بالحصول على الاوبتيمال سوليوشن الجديد، إمكانية إيجاده مباشرة بدون الحاجة إلى إعادة الحل. طبعا هنا لما نيجي نحسب أقل قيمة ممكن أعدلها على قيمة الرايت هاند سايد، يعني على سبيل المثال هنا عندنا قيمة 6، لو تم تعديل قيمة 6 الموجودة في المثال الأمامي اللي هو هذا المثال الخاص بالأصفار، تمام، إيش أقل قيمة ممكن أقللها من الستة بحيث إنه أوجد الأوبتيمال سوليوشن الجديد بدون الحاجة إلى إعادة حل النموذج من أول جديد، وإيش هي الماكسيمم أعظم قيمة ممكن أضيفها على الستة، تمام، بحيث إنه أوجد الأوبتيمال سوليوشن الجديد بدون الحاجة إلى إعادة النموذج الرياضي لإيجاد الأوبتيمال سوليوشن الجديد. هذا المقصود من المفهوم رقم 3 اللي هو changing the available resources، يعني لو صار عندنا تعديل على قيم الطرف الأيمن من اللي هو النموذج الرياضي بالزيادة أو بالنقصان بحيث إنه أوجد أقل قيمة ممكن أعدلها يعني على قصة من الستة، أو أكبر قيمة ممكن أعدلها على الستة أزودها، يعني بحيث إنها طالما من ضمن الرينج هذا في التعديل ممكن أوجد الأوبتيمال سولوشن، إذا ما كانتش من الرينج هذا طبعا بحتاج إلى إعادة الرسم من أول وجديد. الآن طبعا هذا الجدول بوضح للكومبوننت، في عنا كومبوننت A و B وفي عنا الأصباغ الداخلية والخارجية، تمام، وهذه أوجدنا منها الكونسترينز الأولى اللي هي X اللي هو X1 زائد 2 X2 أقل أو يساوي 6، والبي يعني هذا أوجدنا منها اللي هو السطر الأول الكونسترينز الأولى، والسطر الثاني أوجدنا منها الكونسترينز الثانية، وطبعا في بعض اللي هو التحليل اللي أوجدنا منه الكونسترينز الثالثة والرابعة، وهذه إيش كونسترينز عدم السالبية، تمام. طبعا افترضنا X1 اللي هي الإكسترور وX2 اللي هي الإنترور في المثال هذا، تمام، هذا في الكتاب، وأنا حليت اللي هو افترضت العكس مش هيأثر في الحل، وطبعا وشفنا الكلام هذا سابقا. الآن هنا بحكي لي في المثال المطلوب أمامنا اللي هو حيطبق على مثال الأصباغ على نموذج رياضي هذا، بحكي لي support the change in resource A. طبعا هنا لو صار تعديل في resource A، طبعا resource A هاي موجودة عندنا اللي هو في عندنا A و B اللي هو العنصر A. resource A المقصود به اللي هو السطر الموجود هنا، طبعا منبثق منها الكونسترينز الأولى، يبقى هنا المقصود اللي هو الشغل على الكونسترينز الأولى، يعني لو صار تعديل في resource، يعني بقصد هنا القيمة right hand side الموجودة في الكونسترينز 6 لو صار عليها تعديل قيمة D1 مقدار D1، that means the available resource become، ايش حتصير الان الريسورس الجديده المتوفره اللي هو طبعا اللي هو معدل التغيير دي 1، فحتكون 6 زائد دي 1، 6 زائد دي 1، ودي 1 ممكن تكون بالموجب او بالسالب، يعني اذا بالموجب بتزيد القيمه واذا بالسالب بتقل. طبعا اذا كانت سالب 1 حتصير الرايت هاند سايد الجديده 5، واذا كانت 1 حتصير الرايت هاند سايد الجديده 7. فبقول لي هنا لو صار في تعديل بمقدار دي 1، تمام، على الريسورس A، طبعا الريسورس A بناء على المسألة A اللي هو هي الكونسترينز التابع له، فهنا المقصود اللي هو صار التعديل على الطرف الأيمن من المساواة للكونسترينز الأولى 6 مقدار D، فحيصير الجديد اللي هو 6 زائد D1، والD1 ممكن تكون بزيادة أو بالنقصان. لو قال لي support the change in resource B، B اللي هو السطر الثاني اللي بيمثل الكونسترينز الثانية، يعني حتصير إيش، نفترض إنه مقدار التعديل اللي هو D1، فحتصير 8 زائد D1، تمام،
وممكن يستخدم في السؤال يقول لك للفيرست ريسورس، يبقى انا حاشتغل على الكونسترينز الاولى. قال لك سكند ريسورس، يبقى انا حاشتغل على الكونسترينز الثانيه. قال لك ثيرد ريسورس، حاشتغل على الكونسترينز الثالثه. لو قال لك فورث ريسورس، حاشتغل على الكونسترينز الرابعه. وما دام قال لك changing in the available resource, change in resource، يبقى انا حتعامل انه التعديل حيكون على الطرف الايمن من الكونسترينز، وانا حفترض من عندي دي 1 تمام. فعلى طول اذا كان الفيرست كونسترينز يبقى باجي بقول له 6 زائد دي 1، اذا كان السكند ريسورس حقول له 8 زائد دي 1، اذا كان الثيرد ريسورس حقول له 1 زائد دي 1، واذا كان الفورث ريسورس حقول له 2 زائد دي 1 تمام. الآن هذه إيه النقطة الأولى اللي حبيت إني أوضحها. الآن بحكي لي from the final table take the column of S1 and put it in the following table. الآن عشان نحل، طبعا إحنا زي ما حكينا التغيير في الريسورس A، والA اللي هي بتمثل الكونسترينز الأولى، أو ممكن يقول support the change in the first resource، يعني الكونسترينز الأولى. والكونسترينز الأولى طبعا افترضنا انه مقدار التعديل دي 1 تمام، لا يتساوي دي 1 اللي هو الكونسترينز الاولى. وعارفين احنا الرايت هاند سايد تبع الكونسترينز الاولى في مثال اللي هو الاصباغ كانت 6، فحيصير مقدار التعديل اللي هو 6 زائد دي 1 كما وضحت. الان بحكي لي بكل بساطه حاجي عشان احل المساله هذه واوجد اقل تعديل ممكن واعلى تعديل ممكن، يعني احسب الرينج بكل بساطه بدون الحاجة لإعادة حل المسألة من أول وجديد وإيجاد الحل المثالي مباشرة، بدون اللجوء للحل الجديد من أول وجديد. بقول لي from final table، طبعا هي عنا الجدول اللي إحنا الحل النهائي للنموذج الرياضي الخاص بالأسباق تمام. الآن بحكي لي بدنا ناخد العمود اللي هو S1. ليش أخذنا العمود S1؟ لأنه هو بيحكي عن الكونسترينز الأولى. مدام الكونسترينز الأولى إيش بيمثلها؟ S1. لو قال الكونسترينز الثانية يبقى أنا حاخد العمود S2. لو قال الكونسترينز الثالثة إيش بيمثلها؟ العمود S3. لو الكونسترينز الرابع العمود S4، وهكذا تمام. يبقى إذا قال لك عن الكونسترينز الأولى هنا بيحكي، يبقى أخذنا العمود S1 لأنه الكونسترينز الأولى بتم تمثيلها اللي هو العمود S1، الكونسترينز الثانية S2، الكونسترينز الثالثة S3، والكونسترينز الرابعة S4 وهكذا. الآن برسم الجدول زي ما هو موجود أمامي. هنا بحط البيزك سوليوشن تمام، هنا بحط سوليوشن بيفور اللي هو الحل ما قبل اللي هو المقصود الرايت هاند سايد الموجودة هنا تمام. طبعا هنا بضيف قيم الاوبجكتيف فانكشن، وهنا اس 1 وقلنا ليش اخترنا العمود اس 1. وبعدين سوليوشن افتر هنا عشان نوجد الحل بعد عمليه التعديل اللي هو من خلال الدي 1. هنا القانون تبعها ثابت اللي هو رايت هاند سايد تمام، اللي هو القيمه ما قبل اللي هو التعديل، وبعدين العمود اس 1 تمام قيمه، وبعدين هنا رايت هاند سايد زائد S1 ضرب D1 اللي هو قيمة التعديل اللي احنا بدنا نعرف الرينج الخاص به. طبعا solution before اللي هي right hand side هي الموجودة في الحل الأمثل اللي هو في الجدول النهائي بالتتابع اللي هو في عنا 12.67 تمام. طبعا هنا البيزك solution زي ما هو موجود بالتتابع اللي هو في عنا X2 و X1 و S3 و S4. الحين solution before right hand side طبعا هنا اللي هو بالتتابع 12.76 هي right hand side قبل عملية التعديل، X2 قيمتها اللي هي 4.3 في right hand side، و X1 قيمتها 10.3، و S3 قيمتها اللي هو 3، و S4 قيمتها 2.3. نيجي لأس واحد، هاي عمود أس واحد بالتتابع، هاي قيمته اللي هو تولت اللي هي أول واحدة في الأوبجكتيف فانكشن تولت. بعد ذلك اللي هو X2 قيمتها 2.3، و X1 قيمتها X2 قيمتها سالب تولت هنا سالب تولت، و X1 قيمتها 2.3، و S3 قيمتها 1، احنا بدنا ناخد S1 يبقى تولت هيها، و X2 قيمتها 2.3 صحيح في الأول معلش 2.3،
وبعدين اكس واحد قيمتها سالب تلت، سالب تلت، واس ثلاثة في العمود اس واحد قيمتها سالب واحد، واس اربعة في العمود اس واحد قيمتها سالب اتنين على ثلاثة. تمام. الان طبعا تلت اتنين على ثلاثة، هذا اتنين على ثلاثة، وهذا سالب تلت، سالب واحد، سالب اتنين. يبقى اخذنا اللي هو البيزك سوليوشن من الجدول النهائي زي ما هو، وبعد ذلك اخذنا سوليوشن بيفور اللي هو رايت هاند سايد قبل عملية التغيير، هي زي ما هي. بعدين اخذنا عمود اس واحد لانه هو بيحكي عن الفيرست كونسترينز، لو بناخذ اس واحد، وبعد ذلك هذا القانون بدنا نكون ايش حافظينه، اللي هو رايت هاند سايد زائد اس واحد في دي 1، ودي 1 مقدار التغير اللي صار على الريسورس الخاص بالكونسترينز الاولى. فرايت هاند سايد قديش قيمتها؟ 12.67 زائد اس واحد قديش قيمتها؟ اللي هي تلت ضرب دي 1، هي تلت دي 1. نيجي لبعديها رايت هاند سايد اللي هي 4 3، 4 على 3 زائد اس واحد قيمه الاس واحد اللي هي 2 على 3 في دي 1. اللي بعديها رايت هاند سايد اللي هي 10 على 3 زائد اس واحد في دي 1، اس واحد قيمتها سالب تلت اللي هو زائد سالب تلت دي 1. اللي بعديها رايت هاند سايد اللي هي 3 زائد اس واحد اللي هي سالب واحد في دي 1 يعني ناقص دي 1. اللي بعديها رايت هاند سايد اللي هي 2 على 3 زائد سالب 2 على 3 في دي 1 بضل سالب 2 على 3 دي 1 بكل بساطة. الآن بعد ما أوجدنا الكلام الموجود أمامنا، الآن بكل بساطة عشان نوجد حل للمثال الموجود عندنا، بحكي لي بعد ما رسمنا الجدول الموجود أمامنا، بقول لي ناخد هذه الكونسترينز أو المعادلات على أساس يكون إلها حل، ونفترض إنها كلها أكبر أو يساوي صفر. فبصير عندنا المعادلة الأولى equation 1، طبعا ناخد المعادلات هذه تمام كلها اللي اوجدناها اللي هي solution after، ونفترض انه كل معادلة اكبر يساوي صفر. ليش اخذنا اكبر يساوي صفر؟ يعني اللي هي في منطقة الحل، زي بتعرفوا عدم السالبية الهدف منها انه ايش بكون في الربع الاول اللي هي في منطقة الحل. فبفترض انه هذه الاربع معادلات اللي ظهروا عندي اكبر يساوي صفر على اساس يكون ايش نوجد لهم حل. فبتطلع المعادلة الاولى اللي هي 4 على 3 زائد 2 على 3 دي 1 اكبر او يساوي صفر. المعادلة الثانية اللي هي 10 على 3 ناقص تلت دي 1 اكبر او يساوي صفر. والمعادلة الثالثة اللي هو 3 ناقص دي 1 اكبر او يساوي صفر. والمعادلة الرابعة اللي هو 2 على 3 ناقص 2 على 3 دي 1 اكبر او يساوي صفر. الان بيطلع لنا من المعادله هذه لو اجينا نبسطها المعادله الاولى، فبيطلع لنا 2 على 3 دي 1 اكبر او يساوي، بنطلع ال 4 3 على الجهه الثانيه بصير سالب 4 على 3 تمام. ولو ضربنا الجهتين في 3 بيطلع عنا، او نضرب الجهتين في 3 على 2 عشان نضيعها في 3 على 2، فبيطلع عنا دي 1 تمام اكبر او يساوي، طبعا لما نضرب الطرفين في 3 على 2 هذا بتصير 1، هذه في 3 على 2 بيطلع عنا سالب 8 لانه ضرب 3 على 2 3 مع بطلع لنا عفوا سالب 2، سالب 2 لأنه يعني ضرب 3 على 2 تمام. 3 مع 3 بتروح بضل عندنا ايش 4 2 اللي هو سالب 4 2 بضل سالب 2. يبقى هنا اوجدنا ايش النقطة الأولى. نيجي للمعادلة الثانية نبسطها، سالب 10 سالب 1 على 3 دي 1 أكبر أو يساوي، هذا بنطلعها الطرف الثاني بصير سالب 10 على 3.
الآن بنضرب الطرفين في سالب 3، تمام، بنضرب الطرفين في سالب 3، ومنه هنا ضرب سالب 3 بتصير D1. طبعا لما نضرب في سالب الأكبر بتصير أقل أو يساوي، وهذا نضربها في سالب 3، السالب مع السالب بروح، 3 مع 3 بروح، بضل أقل أو يساوي 10. نيجي للمعادلة اللي بعديها، طبعا نبسطها ونقول D1 أكبر أو يساوي، طبعا سالب D1 أكبر أو يساوي، نطلعها للجهة الثانية بتصير سالب 3، ومنها لو ضربنا طرفين في سالب بتصير D1 بدل أكبر أو يساوي، لأن ضربنا السالب بتصير أقل أو يساوي 3. نيجي للمعادلة الأخيرة، سالب 2 على 3 D1 أكبر أو يساوي، نطلع 2 3 على الجهة الثانية بتصير سالب 2 على 3. بنيجي بنضرب في سالب 3 على 2، هذا بتروح ومنها بضل D1، عشان ضربنا في سالب بصير أقل أو تساوي، طبعا ضرب 3 على 2، تمام، ضرب 3 على 2 هذا بتصير اللي هي الضرب سالب طبعا، وهذه ضرب سالب بصير موجب، بضل أقل من أقل أو يساوي 1. الآن صارت عندنا بعد ما بسطنا المعادلات صار عندنا 4 قيم. الآن على خط الأعداد، تمام، ممكن نضيف عشان نوجد نقطة التقاطع ما بينهم، هاي في عندنا هنا سالب 2 وهنا 1 وهنا 3 وهنا 10. الآن أكبر أو يساوي سالب 2 بتيجي هنا في المنطقة هذه، أكبر أو يساوي سالب 2، طبعا دي واحد أقل من 10 بتيجي في المنطقة هذه، أقل أو يساوي 10، أقل أو تساوي 3 برضو بتيجي في المنطقة هذه، أقل أو يساوي 3، وبعدين أقل من 1 بتيجي في المنطقة هذه. فعملية التقاطع حتكون في المنطقة هذه، عملية التقاطع للجميع حتكون في المنطقة هذه، هذه منطقة التقاطع المشتركة ما بينهم كلهم. فبصير عندي الرينج، فباجي بقول له the domain of D1 اللي هو سالب 2 و1، سالب 2 طبعا ايش هو 1، تمام. الآن بعد ما وجدت الرينج بقدر أقول له المينيمم ريسورس فاليو وود بي اللي هو اقل قيمه اللي هي فرنج سالب 2، اللي هو حنعوض عن دي 1 لانه المعادله الاساسيه اللي عندنا اللي احنا حكيناها 6 زائد دي 1، تمام. فاحنا التعديل على القيمه اليمنى من الكونسترينز الاولى اللي هي 6 زائد دي 1، فاقل قيمه ممكن اعدل عليها اللي هي سالب 2، فباجي بقول له 6 زائد سالب 2 يعني ناقص 2 ويساوي 4. والماكسيما ريسورس فاليو وود بي نفس الحاجة، 6 طبعا أكبر قيمة اللي هي 1 زائد 1 ويساوي 7. يبقى مقدار التعديل عندي هنا على الرايت هاند سايد اللي هو في الكونسترينز الأولى اللي هي 6، ممكن أنقص منها 2 وممكن ازود اقصى حاجة 1، يعني اذا كان مقدار التعديل مقدار 1 بالزيادة او مقدار كحد اقصى ممكن انقص سالب 1 سالب 2، المهم هذا اقصى واقل رينج في التعديل، تمام. فلو زادت، احنا نقول لو زادت على سبيل المثال، لو قال لي زادت في الفيرست كونسترينز او فيرست ريسورس بمقدار 1، تمام، مقدار 1، تمام، فستة زائد دي 1 اللي هي 6 زائد 1 يساوي 7. هل بنستطيع لو الرايت هاند سايد في الكونسترينز الاولى بدل 6 صارت 7، هل بنستطيع نوجد الاوبتيمال سوليوشن الجديد مباشره بدون اللجوء لاعاده الحل؟ طبعا المقدار 1 بنقدر، ليش؟ لانه من ضمن الرينج، ما دام من ضمن الرينج يبقى من ضمن الرينج، يعني الستة صارت 7 وما دام مقدار الزيادة 1 وهو من ضمن الرينج، يبقى بقدر أحسب الأوبتيمال سوليوشن الجديد من المعادلة الموجودة عندنا أمامنا اللي هي هذه الموجودة في
اللي هو في أول سطر في الأوبجكتيف فانكشن، اللي هي عبارة عن 12.67 زائد فولت دي 1، بعوض عن دي 1 بمقدار زيادة اللي هي 1، فبتطلع النيو أوبجكتيف فانكشن. هذا الأوبجكتيف نيو أوبجكتيف فانكشن تساوي وتساوي بنعوض 12.67 زائد تلت في دي واحد زائد تلت، تمام. فهي الأوبجكتيف فانكشن الجديدة، طبعا بنضربها القيمة اللي بتطلع، طبعا بنضربها إيش في 100، لأنه إحنا في الأساس قسمنا الأوبجكتيف فانكشن على 100، فبطلع إنه طلعنا قدرنا لنيو أوبجكتيف فانكشن مباشرة بدون الحاجة إلى إعادة حل المسألة من أول وجديد. لكن لو قال لي مقدار الزيادة رايت هاند سايد اللي هي دي 1، نفترض مقدار الزيادة كانت تساوي 2، لو قال لي مقدار الزيادة 2، طبعا الاثنين هنا بس الماكسيمم إنه بزود لها 1، 2 يبقى يبقى ماذا يحدث الآن؟ مدام خارج الرينج، القيمة اللي أنا بدي أضيفها خارج الرينج ما بين الماكس والمينيمم، يبقى في الحالة هذه بدي أقول له يجب إعادة ريسولف ذا بروبلم فروم نيو، يعني بدي أعيد حل المسألة من أول وجديد. لكن إذا كان مقدار زيادة بالزيادة أو بالنقصان من ضمن الرينج الموجودة عندنا، يعني ممكن أزيد لواحد أو أنقص سالب واحد لعين سالب اثنين، لكن سالب ثلاثة مش من ضمن الرينج، فبضطر أعيد أحل المسألة من أول وجديد. هذا بالنسبة للجزء الثالث، تمام، من السنسيفيتي.